وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل عن حديث للنبي عليه الصلاة والسلام عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك؟ قال: قل لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم. وفي رواية أخرى بمثل ذلك، إلا أنه قال في آخرها: الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم بألفاظ متقاربة، وصحه العلامة الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته، وكذا الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله رحمة واسعة في ورحمة الله على الشيخ الألباني وعلى جميع دواوين أهل السنة في تحقيقه لصحيح ابن حبان، وحسنه أيضا الشيخ شعيب في تحقيقه لمسند الإمام أحمد. وهذا فيه منقبة لعلي أنه مغفور له، أنه مغفور له، فلنحافظ على هذا الدعاء. وكان سفيان يسميه دعاء الكرب العظيم، وكان سفيان يسميه دعاء الكرب العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.